هذه معكم إذاعة سلطنة عمان. سولف معانا ناخذ ونعطي واللي جمعنا عالهوى أحلى كلام. سوالفنا جميلة فيها آراء مفيدة مفاهيم عديدة دائما فكرة جديدة على الهوى. سولف معانا سولف معانا نلتقي ونحكي نقضي فيها أسعد وأحلى الأوقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدر وعلم الإنسان البيان أغزر، والصلاة والسلام على من تجلت أنواره وارتقت سيرته وأخباره وعلى آله وأصحابه المغترفين من بحر علمه وأسراره. أيها الأحبة الكرام، أينما كنتم تستمعون إلى أثير إذاعة سلطنة عمان في هذا الوطن الغالي، أهلا ومرحبا بكم جميعا في إطلالة متجددة لبرنامج سولف معنا على مدار ساعة كاملة على الهواء مباشرة بمشيئة الله. نصحبكم مع سالفة جديدة وموضوع جديد، موضوع خفيف وموضوع أيضا اليوم له يعني ميزة وطابع خاص جدا. راح نتعرف بمشيئة الله تعالى على كل تفاصيله في الساعات أو خلنا نقول في الدقائق القادمة من عمر البرنامج. مساكم الله بالخير مستمعين الكل من يسمعنا الحين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان على التردد 94.4. موضوع جديد وحلقة جديدة اليوم راح نتكلم عنه بمشيئة الله تعالى، معكم من الواحدة وحتى الثانية ظهرا بمشيئة الله. طاقم العمل إيمان الحسنية، سيف الفوري، غادة الهوتية، أحمد الحديدي، وفي الإخراج سيف الجرداني. صحيح صغار في التفكير، لكن ما علينا قصور، نخطط نكسر اللعبة وتسعدنا شقاوتنا. نروح المدرسة بدري ونضحك داخل الطابور، نحاول نزعج العالم في روحتنا وجيتنا. وعشان نأخر الحصة نخبي علبة الطبشور، نشاغب بس في الآخر تميزنا بقراتنا. نحب الضحك والهيصة، نحب النط نفرفش ليه ما نفرفش ما دام الضحك عادتنا. صار الهم متعلي على قمة سعادتنا. كبرنا وصارت الدنيا تصف أحساننا بالدور، وتهدينا الألم والهم غصب عن عين رغبتنا. تعبنا من بلاوينا، أحد طيب وأحد مقهور، وكل همة وفي الآخر تشتتنا. وأنا ما أقول غير الله، يا ليت إن الزمان يدور ويرجع للورا فترة نعدل الوضع عيشتنا. أنا ليت الزمان يدور.
معنا سولف معنا من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية ظهرا حياكم من جديد. إذن مستمعين الأحبة إن شاء الله تعالى متواصلين معاكم حتى تمام الثانية ظهرا مثل ما ذكرنا لكم ومثل ما عرفتوا إن شاء الله تعالى من خلال كذا صفحاتنا التفاعلية من خلال شبكات التواصل بمختلف أشكالها وأنواعها. اليوم موضوعنا الموضوع جميل جدا يا غادة, موضوع اليوم أعزائي المستمعين وسالفة اليوم راح تكون إن شاء الله عن يوم المعلم, بما أن اليوم يوم المعلم 24 فبراير. خبرونا عن المواقف الجميلة اللي عايشتوها مع معلميكم وما زالت محفوظة في الذاكرة, أيضا كلمة شكر توجهها عزيزي المستمع من خلال البرنامج. إذا من خلال برنامجنا اليوم من خلال هذه المساحة اللي ساعة كاملة على الهواء مباشرة مستمعين الأحبة, خصصنا أنه يكون اليوم موضوعنا عن هذا اليوم العظيم, يوم المعلم اللي يصادف طبعا 24 فبراير من كل عام. إذا إحنا بانتظار إن شاء الله تعالى كل مشاركاتكم, كل التفاصيل الجميلة المرتبطة بذكرياتكم الجميلة والرائعة مع معلميكم. ودائما نقول قبل البداية, قم للمعلم وفه التبجيل, كاد المعلم أن يكون رسولا, أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. نسعد بتواصلكم معنا على هواتف البرنامج عبر الرقم 24640234 24640234 أو 24640233 24640233. الرسائل النصية القصيرة 90484 90484. يا محلى السوالف من الأحد إلى الخميس من الواحدة وحتى الثانية على الهواء سولف معانا. دق الجرس بين داندو, صفو حرس بين داندو. دق الجرس دق الجرس بين داندو, صفو حرس صفو حرس بين داندو. عندي لكم مسابقات أسماء مسميات إذن عودة لكم مستمعين الكل من يسمعنا الحين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. واليوم مثل ما ذكرنا موضوع حلقتنا إن شاء الله راح يكون عن يوم المعلم. منكم تعلمنا أن للنجاح قيمة ومعنى, ومنكم تعلمنا كيف يكون التفاني والإخلاص في العمل, ومعكم آمنا أن لا مستحيل في سبيل الإبداع والرقي. لذا فرض علينا تكريمكم بأكاليل الزهور الجورية. إذن معلمي ياباني الأجيال والمستقبل, يا عنوان كل مجد وحضارة وأساس كل تقدم وعمران, نكتب إن شاء الله تعالى إليك هذه السطور ونشاركك أيضا في فرحتك بهذا اليوم. وإلى شخصك وإلى كل معلم في وطني أساتذتنا الكرام, نرفع كل معاني التقدير والشكر لكل واحد منكم.
معلمينا، مهما قلنا من كلمات لأنه فيكم حقكم، فأنتم من جعلتمونا نعيش في هذه الدنيا بسعادة غامرة، ومن جعلتمونا أيضا نفكر دائما بأننا بسيطين أمامكم. معلمي، يا من زرع في قلبي كل معنى للإيمان والمعروف وكل أساس للحب والتضحية، يا من زودتني بأقوى سلاح يحميني من هذا الزمن المضطرب المتضارب. إذن نستقبل أول مكالمة ونقول مساء الخير. مساء النور أختي غادة، ومساء النور أخي سيف، ونمسي لكل من يستمع لهذا البرنامج، ونمسي لجميع المعلمين المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي، والمعلمات كذلك، والأخوة المحافظين الذين يعملون في الحقل التربوي بمختلف محافظات السلطنة. بالنور والسرور، مسا عليك أيضا إحنا بدورنا، ومرحبا بك معنا في برنامج سولف معنا في هذا اليوم الجميل، في هذا اليوم العظيم، طبعا يوم المعلم. عرفنا في البداية باسمك. معك سالم بن محمد الجعفري من ولاية جعلان. مرحبا بك الأخ سالم، حياك الله معنا في برنامجنا، أنت من الناس المتواصلين دائما في البرنامج، نوجه لك كل التحية. واليوم موضوعنا مثل ما عرفت عنوان الحلقة كذا، شكرا معلمي، ما عرف في موقف معين حاب تستحضره وتسترجعه معنا عن المعلم، رسالة شكر أيضا حاب توجهها من خلال هذا المنبر. حقيقة أول شيء يعني ليس هي 24 من فبراير تحتفل السلطنة بيوم المعلم، ويجب على المسؤولين في وزارة التربية والتعليم أن يعطوا جل الاهتمام للمعلم، لأن يجب أن تكون يوم 24 هي مختلف في مختلف أيام السنة. نعم. لأن هذا المعلم الذي يربي هذه الأجيال، الذي يخرج هذه الأجيال للوطن، يحتاج إلى التقدير، يحتاج إلى الاهتمام أكثر فأكثر من جانب المسؤولين ومن جانب المعنيين بالأمر. نعم. جميل. فأنا من أجمل الذكريات أن ربما أنا عشت كطالب وعملت كمعلم والآن أخصائي، فلله الحمد والمنة أني أولا أشكر كل من علمني حرفا، سواء كان هو على قيد الحياة أو ربما فارقته هذه الحياة. نعم. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. وكذلك نشكر الأخوة المعلمين الذين هم كانوا نبراس لنا في النصعة، وكذلك إدارات المدرسة، فلله الحمد والمنة مهما قلنا ومهما تكلمنا ومهما أسردنا من مقالات وتكلمنا من كلمات صحيح. جميلة وتغنينا في المعلم، ولن نوفي المعلم حقه. صحيح، كلامك صحيح جدا يا الأخ سالم، شكرا على مشاركتك، وشكرا على إضافتك الجميلة في برنامجنا الدائم. شكرا 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 لك، بارك الله فيك. مثل ما ذكر إذا يا غادة سالم، يعني العبارات بأمانة تقص تقل، وقد تقصر أيضا العبارات، جميع كلمات الثناء الموجودة في قاموس اللغة العربية أو أيضا القواميس الأخرى في العالم، بأمانة ولن نوفي حق هذا المعلم مهما تكلمنا ومهما تحدثنا. إحنا شخصياتنا، مواهبنا، ناس الآن في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة الموجودة في أعلى المناصب موجودين، يعني ما وصلوا لهذه الأماكن لولا جهدهم واجتهادهم، وأيضا بوجود المعلم هذا الذي وقف دائما وكان المشجع وكان المحفز الدائم لهم في كل تفاصيل حياتهم، سواء كانت في الدراسة أو ما بعد الدراسة. والجميل في الموضوع أيضا، وراح نتطرق إليه لاحقا إن شاء الله تعالى يا غادة، أنه المعلم دائما مش فقط يقتصر على الدور في المدرسة أو على الجامعة أو الكلية، وإنما تكون العلاقة متبادلة أيضا خارج النطاق الحرم الدراسي هذا. نعم، مثل ما ذكر زميلي سيف، طبعا مهما قلنا من عبارات ومهما عبرنا لن نوفي المعلم حقه، لأنك مثل ما ذكرت لا، العلاقة لا تجمعهم فقط في نطاق العمل أو الدراسة، بل أيضا في مجالات أخرى، ونستقبل وعملية التعاون والتبادل أيضا في مجال المعرفة ومجال العلم وغيرها الكثير الكثير. أيضا بما أنه ذكر الأستاذ سالم فيما يخص أيضا عملية الاهتمام، أنا أقول لك أنه جهود وزارة التربية والتعليم مقدرة، وعلى كل جهود المؤسسات التربوية الموجودة في السلطنة لهم كل الشكر، لهم كل التقدير في عملية الاهتمام بكل معلم بكل معلمة موجودين هنا في أرض السلطنة الحبيبة، يعملون بجد وإخلاص وتفاني من أجل إيصال الرسالة اللي حابين وصلها لكل طالب، لكل هذه الأجيال التي تظهر لنا بإبداعات وقدرات وإمكانات تبني وتخدم هذا الوطن الغالي. ونستقبل مكالمة ونقول السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور، كيف حالكم؟ طيبين؟ الحمد لله طيبين، حياكم الله. معكم أبو فيصل جمال سالم دابي. كيف حالك أخ سيف؟ الحمد لله بخير ونعمة يا أبو فيصل، كيف أمورك؟ الحمد لله أموري طيبة الحمد لله. عساك مرتاح وطيب؟
والله من زمان نسمع هذا البرنامج الطيب وهذا البرامج اللي تحدث الى الحاجه المستفيده منكم. على راسنا والله على راسنا يا رب العالمين، ودائما حياك الله معانا، والبرنامج برنامجك ابو فيصل. الله يخليك ان شاء الله ويخلي طاقم البرنامج كامل. يعطيك العافية أبو فيصل. خبرنا كذا عن بعض المواقف الجميلة اللي عشتها مع بعض المعلمين واللي لازالت محفورة في ذاكرتك. والله أحب أن أذكر أن نحن عايشنا من الحقبة السابقة في السبعينات، وليس أنا ثمانية من السبعينات يعني. نعم. ما كانت هناك فيه يوم المعلم، ولكن هناك كان يعني معلم صحيح أنه مربي، أول المعلم أنه هو صحيح. هو الأب صحيح. نعم. أنا أعتبره هو الأب وهو المربي وهو اللي يقيم من جيل إلى جيل. نعم. يعني طلب العلم من المهدي اللحد. نعم صحيح. لولا فضل الله تعالى وفضل هذا المعلمين لما كان إنسان يعني وصل إلى مستوى أرقى. نعم صحيح. نحن نفيد يعني بالدور اللي وصلنا فيه الآن. نعم. نفيد ونتمنى على المعلمين الذين هم موجودين، نتمنى الصحة والعافية، ومنهم من رحل نقول الله يرحمه ويغمد روح الجنة إن شاء الله. آمين. على 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 الرسالة الذي تحملها وحملها للناس الثانيين، نتمنى لهم الصحة والعافية. وأنا أشكر كل من تعلمت معه في ذاك الزمان أو ذيك الحقبة السابقة، وأتمنى له الصحة والعافية، وأتمنى له الأرقى مستوى. يعطيهم العافية ويعطيك ألف عافية، وشكرا لك على مداخلتك الجميلة. شكرا. مشكور يا حياكم الله، أتمنى لكم الصحة والعافية، وأتمنى لأخ سيف الجرداني التقدم دائما. بارك الله فيك يا أبو فيصل، ومخرجنا سيف الجرداني أيضا نوجه لك كل التحية، وبابتسامة كذا جميلة عريضة يعني الحين ارتسمت على محيا. شكرا يا أبو فيصل. عموما احنا مستمرين ان شاء الله تعالى مستمعينا الاحبة، وفي هذا اليوم الجميل، في هذا المساء الجميل، احنا نعايش ما زلنا الساعات الجميلة ليوم المعلم. 24 فبراير من كل عام نحتفل بيوم المعلم. طبعا احنا مش نقتصر يعني على يوم المعلم انه في يوم 24 فبراير ونحن نوجه له الشكر فقط في 24 فبراير، ولكن دائما في كل ايام الحياة وفي كل ايام السنة احنا الشكر موجود، الثناء موجود، التقدير موجود لكل معلم ولكل معلمة في هذا الوطن الغالي، ولكن هي كمناسبة يجتمع فيها الناس ليتبادلوا التهاني وليستذكروا ويسترجعوا معا كل الذكريات الجميلة التي قضونها طبعا مع معلميهم، مع أساتذتهم، مع اللي علموهم وربوهم على كل التفاصيل المرتبطة بحياتهم اليومية. عموما ما راح نطول، أنا بأمانة اليوم الله يكون في عوننا يا غادة، الله يكون في عونه بأمانة. رسائل كم هائل جدا 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 من قبل بداية البرنامج، من قبل بداية البرنامج رسائل كم هائل من الرسائل وصلتنا، واتصالات المخرج حتى من بداية البرنامج، والاتصالات ما توقف. لذا الله يكون في عوننا، ما عليه، احنا مستمرين معاكم ونسعد بأمانة، نسعد بهذه المشاركات والاتصالات في أي كان، سواء من داخل السلطنة أو من خارجها. نقول السلام عليكم، مساء الخير. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بك يا الواد حمد، وحياك الله معنا. مساك الله بالخير وعساك طيب. الحمد لله بالنور والسرور والبركة، وحياك الله معنا الواد حمد في برنامج سولف معانا. اليوم موضوعنا عن يوم المعلم. عندي خبر طال عمرك، أنا عندي خبر إن شاء الله. نتمنى للمعلمين بالتوفيق والمشي الطيب الذي هم ماشيين فيه طال عمرك. نعم. ونشكر وزارة التربية بتعليم الأولاد. نعم. شكرا 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 لك الواد حمد. أولاد إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تقدم على وتهنية إلى مدرسة عمر في ولاية جنقل. لهم كل التحية، لهم كل التحية يا الواد حمد، وشكرا أيضا لك على تواصلك معنا. شكرا. إذن أعتقد نبدأ بقراءة رسائل يا غادة. وصلتنا مجموعة من الرسائل، في رسالة من السيدة ماجدة بنت ماجد بن هلال البسعيدية تقول شكرا لمن علمنا أن نكتب حرفا في الحياة وأن ننطق حرفا بالكلام، شكرا لك يا معلمي. أيضا في رسالة أخرى وصلتنا من حمد الشكيلي يقول فيها مساء الذكريات كلمة شكر لجميع المعلمين الأوفياء، فنحن نكن لهم كل أبعد الأكل المتواصل خلف الكواليس، زاد وزني على عمري الصغير، وكنت التقدير وكل لهم التقدير والامتنان من ذكرياتي أيام المدرسة، كنت رئيس قسم المقصف، وإني أمين، سلامي لكم، شكرا جميعا. حمد الشكيلي. ما شاء الله رئيس قسم المقصف في المدرسة. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. عشان كذا زاد وزنه هو يقول. الله يعطي الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. أم محمد المقبالي تقول كل التحية والتقدير لكل أم كانت معلمة لابنها، وإن لم تكن بين جدران المدرسة فهي شعلة في سماء الإبداع، فهنيئا لها على ما قدمته في سبيل الرقي بهذا الجيل. شكرا لأم محمد المقبالي. كل عام لكل معلم بذل الجهود العظيمة لبناء سلم النجاح لكل طالب، وكل عام لكل معلم تحمل
يتحمل الصعاب من أجل التعليم. هكذا المعلم هو نجمة في السماء يتلألأ دوما. كل عام وأنت بخير. وطبعا الرسالة من زيانة العمرية، شكرا لك من الأعماق يا زيانة العمرية على إضافتك وعلى أيضا مشاركتك لنا في البرنامج. أيضا وصلتنا رسالة من سارة بن داود بن سليمان البلوشية تقول: تحية شكر للأستاذ سيف الفوري والطاقم الإذاعي في ومقدمي البرنامج، كل التحية والتقدير لكم مني أم أمير. شكرا لك على المداخلة الجميلة. أيضا رسالة وصلتنا تقول: رسالة شكر لمعلم الأول المعلم نبهان الخضوري، شكرا لك بحجم السماء على كل حرف تعلمته منك، الشكر لا يوفي حقك، شكرا معلمي، سيظل قدرك في القلوب على المدى نورا يشعشع بكرة وأصيلة، هو بذل وأخلص وأعطى وأثمر، هو من يتلعثم لساني عن ذكر عطائه، هو معلمي الذي يعجز لساني عن شكره. ابنتك حنان السالمية. شكرا يا حنان، بارك الله فيك وأيضا على مشاركتك لنا في البرنامج. أيضا رسالة من أم ملاك تقول: ضربني معلمي في الصف الأول وبكيت كثيرا، ولو قابلته الآن لقبلت جبينه احتراما وشكرا له، لأني اليوم طالبة في جامعة السلطان قابوس. هذا رسالة عفوا من فهد المياسي. شكرا معلمي. إذن فهد المياسي، ما عليه علشان ما يزعل فهد، راح نذكر من جديد رسالته. فهد المياسي يقول: ضربني معلمي في الصف الأول وبكيت كثيرا، ولو قابلته الآن لقبلت جبينه احتراما وشكرا له، لأني اليوم طالب في جامعة السلطان قابوس. فهد المياسي، شكرا معلمي، شكرا شكرا من الأعماق. إذن يا فهد، وعذرنا لربما يعني من كثر الرسائل اللي وصلتنا لربما غادة يعني ما انتبهت على الاسم. شكرا لك يا فهد. إذن مستمرين معكم أعزائي المستمعين في الدقائق القادمة من عمر البرنامج، ونستقبل جميع مكالماتكم، مشاركاتكم، مداخلاتكم عن طريق الهواتف، هواتف البرنامج، وأيضا على الرسائل النصية على الرقم 90484. ناخذ فاصل ونرجع لكم. وحشتينا وحشتينا يا إطلالة صباح المدرسة والنور، صباح يرسم خيوط الأمل يبعث تباشيرة إلى هاك الوطن، دامه وطن من عسجد وبلور، علم رفرف ندا يا ربنا وتصدح طوابيرة، حنين يسبي أشواقي وشعور يمتزج بشعور، قصايد توقف في حلق الكلام وعلها خيرة، لأن الصمت في أحيان أبلغ من درر منثور، ذهب معدن سكوتي والذهب توفي تعابيره. وحشتينا يا إطلالة معلم زحزح الديجور، نصب قامته في فصل وتعاهد مع طباشيره، يكون العروة الوثقى إذا مال الزمان بشور، يشمر عن سواعده وطموحي شد تحضيره، على سبورة أحلام الصغار مشيدين قصور، ضوى وحلم الأهل والحلم ما يعجزنا تفسيره، معلم يعبر بفكرة حدود الماضي المهجور، يعيد لهالأرض بسمة زمان بحس تصويره، معلم يقدح بعزمه شرارة كنزنا المطمور، إذا ما يوهب عقولا معارف من أساريره، لغد أجمل ولا نقطف سوى من هالثمار زهور، هم بغيمة وروانا عذبها صافي أغاديره، معلم علق في نحر السحايب قولها المأثور، تحت ظل الشجر نكسب علمنا ونحسن السيرة، معلم يهدي المستقبل أجيال عليها الدور، توارث راية العزة تليد المزهر بخيره، من أول نفحة أقلام الكراريس الحلم دكتور، صمد يبني ولا يكسر عزومه صعب أو غيره، تعاهد يوفي تراب رسالة تختزل في صدور، وفى عهده صدق وعده وكملها مشاويره، سلام الله
سلام الله ولك ترفع معي هالقبعة مشكور. ولو قصر معك شعري تقبلها معاذيره. وحشتينا وحشتينا يا إطلالة مدارس من صباح النور. معلم زخرف خيوط الأمل وجنا تباشيرة. مطر البريكي. وحشتينا وحشتينا يا إطلالة مدارس من صباح النور. معلم زخرف خيوط الأمل وجنا تباشيرة. إذن عودة لكم مستمعينا، الكل من يسمعنا الحين عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ومثل ما ذكرنا موضوع اليوم عن المعلم، المعلم شمعة تحترق لتنير طريق الآخرين. ذكرونا وخبرونا عن المواقف الجميلة اللي عشتوها مع معلميكم وما زالت محفورة في الذاكرة. أيضا اللي حاب يقدم كلمة شكر من خلال البرنامج، ونستقبل مكالمة من صديق البرنامج عبد الله الراسبي. مساء الخير عبد الله. مساء النور والسرور. هلا والله، شو اخباركم؟ الحمد لله طيبين. اخبارك؟ الحمد لله تمام التمام. وش مسوي مع الدراسه؟ الحمد لله زين الدراسه. وكيفك مع المعلمين؟ ما اسمع شنو؟ كيفك مع المعلمين؟ الحمد لله علاقتي مع المعلمين علاقه معلم وطالب، بل ابن وابنه. نعم الله عليك يا عبد الله. مرحبا بك معنا من جديد عبد الله، واحنا دائما نسعد بمشاركتك. واكيد بما انك اليوم موضوعنا على المعلم، انا متاكد انه مشراب ورابين راح تقدم لنا كثير، يعني كثيره وكلمات كثيره. لربما ما يسعفك الوقت انك راح تذكر كل هذه الكلمات، ولكن ما عليه، احنا مخصصين لك مساحه ونتشرف ايضا بسماعك يا عبد الله، تفضل. اكيد. طيب يا دنيا اسالك عن واحد مقصر طول حياته تعب وفعاله تيسر، هو معلم لشرف اشكره لان مجموعه كبيره وهو وانا اعلمه، لولاه ما كان سمعنا بطبيب ولا مهندس ياباني العقول وغارس الاصول. بكل فخر اردد وانا اقول علمتني الادب باحترام وكل ادب بلا عجب، اهديك الكلام يفوق الذهب اشكرك مهما طالت السنين، راح تفوق وراح تفوق وارتقي ويزيد لك الحنين. ايام حلوه عشناها مو معلم وطالب، الابن وابنه وانا اطالب، اتقصروا ولا تنسوا فضله ولا تعثروا، بل اعرفوا كل مرحله وصلتها مو لنفسك لنفسك، كل مرحله وصلتها مو لنفسك لنفسك، بل من معلم احيانا اتالم، اشوف معاملتك مع معلم بفظاظه وبدون اسلوب، احيانا اتالم لما اشوف مع معاملتك مع معلم بفظاظه وبدون اسلوب، هذا مثل الوالد والرسول اساس الرقي والاسلوب، لكن لكل معلم ادي له تحيه باسلوب واضح، هذه هي مهما تعبت وهناك وانت تدرس والعلم زينا تغرس، انطق انا وحمد العمري وعمر المعمري ونجوى الهاشمي وسكر الحياه، انطق وقل بلا حياه تسلم جهودك، وهذه تحيه وشكر من فريق مواقف واقعيه، يا حبيبي هذا يومك ما يسوى من دونك. الله عليك يا عبد الله، شكرا شكرا من الاعماق لك وعلى هذه الاضافات الجميله، على الكلمات الرنانه اللي تغنيت فيها طبعا في يوم المعلم. شكرا يا عبد الله. عفوا سلام. شكرا لك عبد الله. أحسن. شكرا. احسنت، جزاك الله خير. احنا مستمرين مستمعينا الاحبه، وايضا هبيمون 724 تقول مرحبا، احب اهني جميع المعلمين والمعلمات بمناسبه يوم المعلم، وتهنئه خاصه لكافه معلميني في كليه مزون، ربي يحفظكم وينور دروبكم مدى الحياه، ايها المعلم كن كما انت لا تخشى العلم والتعلم، فانت نور الاجيال القادمه، معكم عبير الشوق والغلا. شكرا لك يا عبير، بارك الله فيك. أيضا في رسالة وصلتنا من أم سماء القمشوعية تقول فيها كل عام وأنتم شموع منيرة تنير دروب الجهل والظلام، إهداء لأستاذة هدى الناصري. وأيضا
توتال بلوشية تقول: أقول شكرا لكل معلم، وأخص شكر لمن علمتني الحروف في بداية مراحل دراستي، وفي المتوسطة ساندتني، وفي نهاية المشوار التخرج هنأتني. لكم مني باقة شكر على ما بذلتموه لطلابكم وتمنياتنا الصادقة لكم بجزيل الشكر والتوفيق. تحياتي توتال بلوشية. وهي أيضا أضافت في رسالة جديدة تقول: وأقدم جزيل الشكر بهذا اليوم لخالتي ومعلمتي أسماء الزدقالية، تمنياتي لها بالتوفيق، وتمنياتنا أيضا لك بالتوفيق يا البلوشية. بارك الله فيك. أيضا رسالة وصلت تقول: أحب أشكر مدرسين مدرسة 23 يوليو على ما علمونا وفهمونا، كل التحية لهم، ونشكرك على الرسالة. أيضا رسالة كثيرة بأمانة روحي عمانية تقول: السلام عليكم، موضوعكم جميل وأحب أهني معلماتي، والله وايد مواقف أسوي كنت مطفر تبهن حيل ومتواصلة معها لحد الحين الحمد لله. شكرا لك يا معاكم السومة، شكرا لك يا السومة روحي عمانية، وعلى هذه المداعبات الجميلة أحيانا تصير ما بين الطالب والمعلم، والعلاقة الجميلة اللي تسود الاثنين الطرفين، علاقات الألفة والمحبة اللي تكون داخل الحرم المدرسي أو التعليمي وخارج أيضا الحرم. عموما إحنا مستمرين أكيد، هم كمهائل أيضا من الاتصالات موجودة في الكنترول، ناخذها يا غادة. اتصال، مساء الخير. مساء النور، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين، أخبارك؟ يا مرحبا فيكم. من معنا؟ أحمد بن علي العامري. أحمد العامري، من وين تكلمنا أحمد؟ من ولاية تسكي، قلعة العوامر. قلعة العوامر، وكيف الأجواء معكم؟ والله الأجواء أمس كانت الجو بارد، واليوم ما شاء الله كان الصباح بارد، بس الحين عاد الحرارة بديت تطلع. يلا الحمد لله. يلا الحمد لله. خبرني أحمد عن المواقف الجميلة، إذا تتذكر بعض المواقف اللي عشتها مع معلمك وما زالت محفورة في ذاكرتك. والله مواقف كثيرة حقيقة، أنا إلي الفخر أني أفتخر بكل معلم وبكل مدرس حقيقة وقف جنبي خلال المراحل الدراسية. رسالة شكر عميقة من القلب أوجهها لجميع معلمي الأفاضل. فإذا كانت في مواقف فهي مواقفهم الجميلة معي، وقفتهم الشديدة، وقفتهم الإرشادية في كل خطوة خطوناها في المدرسة. فحقيقة هو ما ممكن نقول هو اليوم يوم معلم، ولكن حقيقة إحنا عمرنا كله لو نشكر المدرسين، يعني كاد الرسول كاد المعلم أن يكون رسولا. ولكننا أكد إن ما شاء الله جميع المعلمين في أنحاء السلطنة قاموا بدور فعال، وقاموا بدور حقيقة يشكر عليه في كل مكان. نعم صحيح. بأمانة شكرا. شكرا لك. لو سمحتم بس أريد أوجه رسالة شكر. نعم تفضل. لأخوي العزيز وشامس بن علي بن سعيد العامر، مدرس في محافظة مسقط. لا كل التحية. وأخت المدرسة بعد نفس الشيء، أم معتز العامرية، أوجه لها أكبر تحية إلهم الاثنين، وكل عام وهم بخير، وأتمنى لهم التقدم إن شاء الله في حياتهم العلمية والعملية. اللهم آمين. لهم كل التحية، ونتمنى لو يسمعون الحين. آمين يا رب إن شاء الله. شكرا لك أحمد. شكرا. الله يخليكم يا رب إن شاء الله. شكرا شكرا. شكرا لأحمد، وإحنا أيضا مستمرين معاكم ومتواصلين أحبتنا الكرام في هذا اليوم الجميل، يوم المعلم. يعني بأمانة لحظة فخر، ها، لما الواحد أحيانا المعلمين لما يشوف والله أحد الطلاب اللي علمهم ودربهم ورباهم يعتلي مناصب عليا في المجتمع، هناك المهندس وهناك الطبيب وهناك يعني مختلف المهن الموجودة في السلطنة في الوقت الحالي، فبأمانة لحظة فخر يشغل فيها المعلم. ونحن أيضا نظل دائما نذكر هذا المعلم، ودائما نفخر ونفاخر أنه يوم الأيام كان هذا المعلم هو اللي علمنا الحروف الأبجدية الأولى وغيرها. عموما إحنا مستمرين والله ولا يهمك يا سيف. ناخذ الاتصال، ناخذ الاتصال. السلام عليكم، مساء الخير. يعطيك الصحة والعافية جميعا يا رب العالمين. جميعا يا رب العالمين، كيف أمورك؟ الحمد لله تمام. عساك مرتاح ومبسوط، بشرنا وطمنا عنك. الله يخليكم، ماشي الأمور كلها طيبة الحمد لله. عرفنا باسمك. معكم هيثم سعيد الزبيالي. حياك يا هيثم، كيف أمورك يا هيثم؟ والله الحمد لله تمام. اليوم يوم المعلم، أكيد أنا متأكد أنه عندك كلمات كذا رنانة، كلمات نابعة من القلب حاب توجهها لأحد المعلمين أو للمعلمين بشكل عام كذا الموجودين في السلطنة. والله المعلمين كلهم لهم يعني لهم الإشادة، وكلهم لهم الفخر يعني في هذا اليوم. وأنا أهنيهم كلهم، ما في واحد أحسن من واحد، فكلهم يعطيهم الصحة والعافية. اللهم آمين يا رب العالمين. والحمد لله على كل حال، يعني يوم يستاهلون هذا اليوم، يستاهلون في يوم في في بعد. موقف معين تذكره يا هيثم، موقف جميل كذا جمعك بأحد المعلمين أيام المدرسة؟
بأمانة أنا ما أتذكر مواقف كثير بس موقف واحد صار لي فأضحك عليه لين يومي هذا لما أتذكرت يعني هذا الموقف. يوم من الأيام كنت يعني ما حال الواجب فقال لي ما مشكلة بسامحك بس جيب لي عصا. قلت له أوكي ما مشكلة بجيب لك العصا. فجبت له العصا ويوم الثاني يعني مدة يومين كذا بعدين أنا نفس الشيء ما حليت الواجب فضربني بالعصا اللي أنا جاجله. يلا كله خير إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا هيثم. شكرا لك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ذكرنا لربما برسالة فهد المياسي اللي ذكر أني معلمي لربما ضربني وأنا صغير شوية كذا يعني فقعدت تبكي وصيح. لكن اليوم أقدم له كل الشكر وكل الفخر لأني أنا موجود حاليا في جامعة سلطان قوس. كلمات جميلة ذكرها فهد المياسي. عموما إحنا مستمرين ورسائل أيضا كثيرة وصلتنا. صاحبة السمو السيدة تماضر آل سعيد تقول من أعظم المهن الإنسانية هي مهنة المعلم، فلولا المعلم لما وصلنا جميعا لما نحن عليه الآن من علم ودراية. يستحق المعلم كل التقدير والثناء في هذا اليوم، فمن علمني حرفا يستحق أن أكون له عبدا لعظمة ما قام به من جهد في تعليمي القراءة والكتابة وغيرها من العلوم، فلولاه لكنت جاهلة وبعيدة عن واقعي. أنحني لك تقديرا أيها المعلم وكل عام وأنت أعظم وأبدع. شكرا إذن لصاحبة السمو السيدة تماضر السعيد على هذه المشاركة الجميلة واللطيفة والإضافة الرائعة المثرية في برنامجنا. أيضا في رسالة وصلتنا من ماجد الفوري يقول فيها المعلم والمعلمة كالأب والأم للطالب خارج نطاق البيت، خاصة في مرحلته الأولى التي يغدو فيها كطفل يحبو يرسم الحرف ويضع النقطة برفق وكأنه مزارع يرأف بشجرته الصغيرة كل الحب والتقدير للكادر التعليمي. الرسالة من ماجد الفوري وشكرا لك على تواصلك الدائم. زينب العمرية. زينب العمرية تقول يا معلم أنت العظيم عظيم الشأن مرتبة قد أورثتك مفاتيح العلا الرسل، أمضيت عمرك في شغل وفي كبد كيما ترى أمتي بالنور تكتحل. كل عام وجميع المعلمين بألف خير. شكرا شكرا من الأعماق لك زينب العمرية على تواصلك وعلى مشاركتك معنا في برنامج سولف معنا. إذن مستمرين معكم أعزائي المستمعين وناخذ مكالمة ونقول السلام عليكم مساء الخير. عليكم السلام مساء النور. كيف حالكم؟ الحمد لله طيبين. معنا أبو قيصر. هنا كيف حالكم؟ الحمد لله طيبين. أخبارك؟ لا خصيص بخير. الحمد لله بخير ونعم الوالد. كيف أمورك؟ كيف صحتك؟ عادة ما فيك عايدة؟ عايدة اليوم ما موجودة. عايدة لا ما عليه، لكن إن شاء الله تعالى راح تكون حاضرة الحلقات القادمة. كلكم فيك بخير. بارك الله فيك يا العم أبو قيصر. أنا المعلم نشكر المعلم الحمد لله علمونا أولادنا وأبنائنا. صحيح. جزاهم الله خير من أول جيل لين تو. نعم صحيح. قبل هذا المصريين وغيرهم وتو أولادنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين فيهم الخير والبركة والله. الحمد لله اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا شكرا لك العم أبو قيصر. بارك الله فيك. شكرا شكرا. جميلة أنه أبانا وأمهاتنا كبار في السن أيضا أحد المشاركين في برنامجنا دائم بشكل دائم، وأيضا يعني قدموا بشكل عفوي جميل كذا الرسائل اللي حابين تطلع كذا من قلبهم. شكرا لأبنائهم والأجيال اللي طبعا حين تعلم وتربي في كل المدارس التعليمية بشكل عام. ناخذ الأغنية ولا يهمك. خلاص ناخذ باريك تاب الله باريك تاب الله معلمنا رحم الله علمنا رحم الله في دينا قلم فضة في دينا قلم فضة نكتب آيات الله نكتب آيات الله والمسلم هدى الله والمسلم هدى الله يا ابني اسلعنا الله يا ابني اسلعنا الله
حياكم من جديد مستمعينا الأحبة، وإحنا متواصلين معكم إن شاء الله تعالى حتى تمام الثانية ظهرا بمشيئة الله. عبق الورد تقول: يسعد مساكم وأشكركم على هذا البرنامج في هذا اليوم، أقول لجميع المعلمين والمعلمات كل عام وأنتم بألف خير، وتحية خاصة أقدمها إلى أخي بمناسبة يوم المعلم، وأقول يكفيك فخرا ما صنعت على المدى. شكرا شكرا لك يا عبق الورد. وناخذ الاتصال يا غادة. ناخذ الاتصال. السلام عليكم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، من معنا؟ معك عادل الكاسبي. عادل الكاسبي، أي نعم، كيف حالكم؟ عساكم وطيب إن شاء الله. الحمد لله كنا طيبين. أحد المعلمين عادل؟ أي نعم، أحد المعلمين. أستاذي الفاضل، حياك الله ومرحبا بك معنا، وكل عام وأنت بخير بمناسبة يوم المعلم. وانت بصحة وسلامة ان شاء الله، ولكل المستمعين التوفيق والصحة والسلامة ان شاء الله. كنت اقول تحت الهوى لغادة، اتمنى بامانة انه المعلمين او احد المعلمين او المعلمات يشاركونا في برنامجنا، والحمد لله انك اليوم استاذ عادل احد المعلمين الموجودين في برنامجنا. الله يعطيك الصحة والعافية جميعا يا رب العالمين. ما اعرف استاذي الكلمات او عبارات معينة، يعني حاب اكيد يعني اشياء كثيره موجوده في قلبك حاليا وحاب انك تظهرها ولكل المستمعين حين يستمعوا لك، سواء من ابنائك الطلبه والطالبات او ايضا المستمعين بشكل عام في هذا الوطن. انا ما راح ابتدي يعني من البيت الشعري المتعارف عليه. نعم. ان نقوم ونقف للمعلم اجلالا وتقديرا. نعم. وتقديسا لما يقوم به من عمل، يعني ما يمكن ان نصفه في مكالمه، ولا يمكن ان نصفه ونوفي حقه في كلمات او في حتى عبارات وجمل. أكيد. ولكن انا اقول لكل المعلمين ولكافه المعلمين والمعلمات في انحاء هذا البلد المعمور. نعم. تحيه اجلال كبيره للمعلمين والمعلمات، يعني ادام الله عليكم الصحه والعافيه، وبارك الله فيكم ووفقكم الى ما تسعون اليه. الله قلوبكم كما انرتم قلوبنا و قلوب طلابنا وكل من على هذه الأرض الطيبة. أيضا اللهم أمين يا رب العالمين. أستاذ عادل، كلمة أيضا أو رسالة حاب توجهها من هذا المنبر لكل أبنائك الطلبة والطالبات. أنا الرسالة اللي أوجهها لأبنائنا الطلاب أنه في هذا اليوم يحاولوا أن يجلسوا مع أنفسهم ويتفكروا في ما هو العمل الذي يقدمه المعلم. ويفكروا في انتباه. يا الله، للأسف الاتصال روح. لربما أستاذ عادل كان في منطقة ما فيها إرسال أو شبكة. عموما نتمنى يعني شكرا بأمانة، شكرا من الأعماق للأستاذ عادل على هذه المداخلة وعلى هذه المفاجأة الجميلة أنه شاركنا في برنامجنا في يوم المعلم. لك كل التحية بأمانة، من الأعماق في الآفاق نطلقها لك ولكل معلم ولكل معلمة في هذا الوطن الغالي. شكرا إذن للأستاذ عادل على هذه الإضافة الجميلة وعلى أيضا مداخلته ومشاركته في برنامجنا. طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش أنا كلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقولي أقف، بتقولي أقف بعد 14 سنة خدمة في ثانوي، بتقول لي ايه هدي بقت مدارس يا جدعان، فين مدارس زمان؟ الله، وفين رجال رفع الطهطاوي؟ وفين ايام رفع الطهطاوي؟ يا سلام، يا سلام. الله يرحمك يا طهطاوي، الله يرحمك يا طهطاوي. رفع الطهطاوي وقاسم امين وعلي مبارك وزكي جمعه من زكي جمعه ده. شكل الأستاذ بقى منسجم، أستاذ حمام نحن الزغالين، نحن الزغالين من غير جناح بنمل ونطير، أستاذ حمام نحن الزغالين، نحن الزغالين من غير جناح بنمل ونطير، والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني نعم.
مستمرين معكم. استأنستي ها؟ نعم. الفاصل الجميل الفلاش الجميل اللي ظهرها مخرجنا عادل إمام، مواقفه الطريفة المضحكة دائما، وخاصة في أيام المدرسة وغيرها على هذه المسرحية الجميلة. حب المخرج شوي نطلعنا شوية من الموضوع، فبدعابة وفكاهة جميلة حول المعلم والمعلمين والطلبة بشكل عام. عمر شكرا، بس أهم شيء لا يزعلوا المعلمين يا سيف الجرداني ها، انت بتكون السبب، انت المسؤول. في ايضا رساله وصلتنا من حمد الشكيلي يقول فيها مساء الورد كلمه شكر لجميع المدرسين المخلصين، الله يعطيكم الصحه والعافيه. من ذكرياتي الاخرى اثناء شرح المدرس كنا ناكل اكله معروفه للجميع اللي هي اللمبه وملح وفلفل، ما اظن احد ينكر وما جربها الوجبه اللذيذه. شكرا لك حمد الشكيلي على المداخلة الجميلة. أيضا رسالة من أبو إسحاق الجابري يقول مساء الخير أخوتي مقدمي برنامج سولف معانا، وأبارك لجميع المدرسين ذكور وإناث بهذا اليوم المبارك وهو يوم المعلم. أيضا الراجحية تقول كل عام وكل معلم ومربي يرفرف بثوب الصحة والعافية إلى كل من تغلب على ظروفه ومرضه وأفنى عمره في تنشئة جيل يبني الوطن ويرقى به ويرقي به. إلى كل هؤلاء أقول بوركتم يا ورثة الأنبياء ويا نور هذا الوطن الغالي، وبوركت ذريتكم يا من حملتم هذه الرسالة العظيمة، وأدعو الله عز وجل أن يكون ثوابكم الجنة. إلى أخي أبو الوليد وأختي أم أسيل وأستاذ تيميرا أختكم الراجحية. شكرا لك يا الراجحية. أيضا في رسالة وصلت من أبو عمر الهنائي من الظاهرة يقول في يوم المعلم شكرا لكل معلمي عمان العزيزة، ويجب أن لا ننسى أيضا معلمين الأوائل من مصر والسودان والأردن وباقي الدول الصديقة والشقيقة. شكرا لك أبو عمر. الغيد الحنون تقول ونهني في هذا اليوم معلمتي الأولى، نبارك ونهني في هذا اليوم معلمتي الأولى التي رسمت لي دروب النجاح اللي هي بين قوسين أمي الغالية، فلها الفضل ولها المنة بعد الله تعالى، ولها سطرت الحروف ونقشت العبارات ليوم المعلم، لها مني كل الحب والتقدير من ابنتك الغيد الحنون. شكرا 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 الغيد الحنون. ناخذ الاتصال يا غادة. ناخذ الاتصال ونقول مساء الخير. مساء النور، يمكن عشان الشبكة أو يعني المكان. أستاذ عادل. أستاذ عادل مرحبا بك من جديد أستاذ عادل وحياك الله. انقطع الخط ولكن قلنا نتصل لنكمل ما بدأنا. نعم. يعني تفضل أستاذ عادل، الكلمة عندك طال عمرك. تفضل. الله يعطيك الصحة والعافية. أنا أول شيء خليني أشكر يعني وزارة التربية والتعليم الموقرة، وأشكر المدارس تقريبا كافة المدارس اليوم كانت في تفاعل وتفاعلية جدا جميلة في تكريم المعلم في هذا اليوم المميز. نعم. ونشكر أبنائنا الطلاب يعني اللي كانوا في الموعد وكانوا يعني فرحتهم أتوقع إن لم تكن مثل فرحتنا أكبر، يعني الطلاب كانوا متفاعلين جدا في كل المناشط الخاصة. نعم. بيوم المعلم في تاريخ 24 عام. نعم. اللي حاب أقوله أنه في هذا اليوم المفترض أن الكل يتذكر، المجتمع، الفرد، الطالب. نعم. المعلم نفسه. صحيح. يعني يوم مميز للمعلمين، وتحية لكل المعلمين والمعلمات، وشكر لكل من ساهم في إنجاح وإظهار حقيقة. نعم. هذا اليوم على السطح لكي نتفاعل معه ولكي نفرح به، و الله الموفق. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لك. شكرا لك أستاذ عادل، بارك الله فيك، وشكرا على وجودك معنا في برنامج سولف معنا اليوم. شكرا. إذا احنا مستمرين مستمعين الأحبة. أم منتصر ونصر تقول أهني بان النهضة صاحب جلالة السلطان المعظم، ويا رب اشفي لنا اشفي لنا ويرجع سالم غانم إلى بلده عمان، لقد اشتقنا له من قلوبنا. وبعد أشكر كل معلمة ومعلم بواجبهم المهني لهذا الجيل، وأتمنى لهم التقدم والازدهار وإلى الأمام والتوفيق إلى العليا لباني الوطن عمان. أم منتصر ونصر، شكرا لك يا أم منتصر ونصر، بارك الله فيك. ذكر نقطة مهمة أستاذ عادل، يعني مثل هاليوم يعني هو ما شرط يكون في يوم مثلا يوم معين نحتفل فيه مع المعلمين ونشكرهم ونقدم لهم الشكر والثناء. نعم. بس مثل هاليوم في فرحة يعني جميلة. نعم. لكل المعلمين. هو مثل يعني ما ذكرتنا حتى في بداية حديثي غدا في بداية البرنامج أنه. نعم. صحيح أنه المناسبة والذكرى هي 24. نعم. فبراير، لكن يظل أنه يوم المعلم حاضر في كل أوقات السنة وفي كل أوقات الحياة واللحظات، لكن هي فرحة جميلة أيضا. نحاول أن نستذكر ونسترجع كل الذكريات الجميلة، الدعاء، الكلمة الطيبة لهذا. نعم. المعلم، الذكرى لما تكون مع زميلك اذكر المعلم
بصورة حسنة جميلة طيبة، تقديرا له على المعروف وعلى كل الجهد اللي كان يبذلها. لكن تحديدا تخصيص 24 نوفمبر اللي هي كجمعة كذا اجتماع للناس يجتمعوا فيه ويستذكروا معا تلك المواقف الجميلة اللي ربطتهم بمعلميهم. عموما ناخذ الاتصال يا غادة، ناخذ آخر اتصال ونقول مساء الخير. السلام عليكم. الله بالخير. مساء النور، كيف الحال؟ الحمد لله طيبين. من معنا؟ عندش علي عبد الله الغاوي من صحار. علي من صحار، كيف الأجواء معكم في صحار؟ والله أجواء حلوة الحمد لله. علي اليوم موضوع حلقتنا عن المعلم، خبرنا عن مواقف الجميلة اللي عشتها مع معلميك وما زالت موجودة، أو كلمة شكر أو شيء حاب تقدمه لمعلمك. والله المعلمين هم الأب الثاني. نعم. لأطفالنا. نعم. نحن الأب اللي يعني كنا سبب الطفل هذا، والله سبحانه وتعالى وحنا. أما صحيح في الحياة الدراسية المرأة والرجل المعلمين هالاثنين نحن بنقول يعني هم الآباء المخلصين للأولاد. نعم صحيح. ونقولهم شكرا، شكرا لكم، شكرا. خرجوا أولادنا من طياري، من مهندسين، من معلمين، والحمد لله. الحمد لله. الشكر راجع لله، ثم للحكومة، ثم للمعلم. شكرا لك العم علي، شكرا، يعطيك ألف عافية. الله يطول بعماركم إن شاء الله ويخليكم، والله يعود لنا مولانا صاحب الجلالة. آمين يا رب. آمين. إذن نشكر العم علي، ومثل ما ذكر أكيد دائما للمعلم فضل في وصول الأبناء للمرحلة هذه، ومثل ما ذكروا كثير من المشتركين والذين يعني تواصلوا معنا عبر الرسائل النصية القصيرة. على الدقائق الأخيرة من عمر البرنامج، فرصة لكل من حين ينضم ليستمع لبرنامج سولف معانا أو كان موجود أنه يرسل كذا رسالة معينة يقدم فيها الشكر لكل معلم قدم له يعني وعطى وبذل من أجل أن يكون إنسان قادر على العطاء والبذل في خدمة هذا الوطن الغالي. في رسالة وصلت من مبارك البدوي يقول فيها مساء الخير وتحية للجميع، وتحية خاصة أيضا لكل معلم ومعلمة بمناسبة يوم المعلم. شكر وعرفان للأستاذ الفاضل أبو أدم على جهوده الطيبة في سبيل الرقي والتوعية لابناء هذا الوطن الغالي المرسل أم أدم. شكرا لك يا أم أدم. أيضا يعني أيضا من المشاركين معنا إيمان اللمكية كذا أضافت لنا بعض الأبيات الكثيرة، أبيات طويلة ما شاء الله في المعلم. أعتقد ما يسعبنا الوقت أن نذكرها كلها يا إيمان اللمكية، ولكن يعني أبتدي بعض الأبيات منها. وأنا المعلم والمدى أفكار هي مهنتي، وأنا الذي أختار، وأنا الذي فرح الزمان بذكره وتزينت بحديثه السمار، وأنا المؤدب إن أردتم شارتي، وأنا المربي إن ذاك فخار. شكرا، شكرا من الأعماق إيمان اللمكية، وأعذريني شخصيا لأن الوقت ما راح يسعفنا أنه نقرأ جميع الأبيات، ولكن من الأعماق شكرا، شكرا على هذه الأبيات الجميلة والرائعة. اتأكدي انه ان شاء الله تعالى انا وغادة وايضا طاقم العمل راح نذكرها ان شاء الله تعالى ونقراها نسمعها كلنا كذا بعد البرنامج. اذا وصلنا للدقائق الاخيرة من عمر البرنامج، وقبل لا نختم احب اشكر ايضا واقدم شكر لاستاذتي الغالية ام سليمان الاستاذة وفاء البريكية، لك مني كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر والوان الزهر وشذا العطر على جهودك الثمينة والقيمة من اجل الرقي فيني يعني بمجال الإعلام، ولو مهما قدمت من عبارات وشكر لك لم ولن أوفيك حقك. إذن هذه كل التحية لمعلمتك الفاضلة غادة، وأتمنىها إن شاء الله تعالى كل التوفيق يا رب العالمين. وأعتقد هي الحين تفخر وتفاخر بك على الأشياء اللي وصلتيها ومن تقدم الإنجازات والنجاحات اللي قاعدة تقدميها في حياتك. عموما رسالة أيضا وصلتنا كذا، أنا يعني بضطر إني أقرأها على السريع كذا يعني من نوع من الرسائل، ولكن أستاذة نزهة العمرية أم ليث تقول شكرا لكل كل الشكر، شكرا كل الشكر إلى من هنأني بيوم المعلم مع شكري وتقديري. أستاذة نزهة العمرية أم ليث، شكرا لك يا أم ليث. بأمانة يعني أعتقد الوقت لربما البرنامج عمره ساعة كاملة. هناك أيضا رسالة، اقرأ الرسالة معنا. في رسالة أخيرة من سالم الرقادي يقول فيها مساء الخير لجميع القائمين على هذا البرنامج، وشكرا وشكر خاص لجميع المعلمين والمعلمات.
إذا نشكر كل من تواصل معنا اليوم وشاركنا سواء عبر المكالمات الهاتفية أو عبر أيضا الرسائل النصية القصيرة وصفحاتنا التفاعلية أيضا في التويتر والإنستغرام. نشكر كل من شاركنا اليوم وقدم لنا كلمات شكر وأيضا عاش معانا الأجواء وخبرونا عن المواقف الموجودة اللي عاشوها مع معلميهم. قدمتي شكرك للأستاذة وفاء البريكية لها كل التحية، وأنا بدوري أيضا شخصيا بأمانة يعني معلمين كثر مروا في حياتي والله بأمانة، مهما تكلمت مهما عبرت ما راح أوصل أبدا وما راح أوفي أبدا حقهم في اللي قدموه، ولكن لعلي ولو حبيت أني أذكر الأسماء لربما راح أنسى أسماء كثيرة بأمانة، سواء داخل المدرسة أيام المدرسة أو أيضا أيام الجامعة. أسماء كثر مروا علي، معلمين كثر ما زالوا لهم الفضل من بعد الله سبحانه وتعالى ومن بعد الوالدين في وصولي إلى الأشياء اللي والأحلام والأمنيات والطلعات اللي كنت حابة أقدمها. لكن على عجالة كذا على السريعة، شكرا من الأعماق لأستاذي سيف الراجحي، الأستاذ مسلم المزيدي، الأستاذ راشد الشكيلي، الأستاذ خميس بن سعيد البريكي وغيرهم الكثير. أعذرا عذرا معلمين وأساتذة لمن ما يحضرني الحين أقدر أقول اسمه لكثرة الأسماء اللي مروا في حياتي، لهم كل التحية ولهم كل التقدير، ولكن هؤلاء الأسماء الأربعة اللي ذكرتهم بشكل خاص في عملية مجال التقديم هم كانوا موجودين معنا. عموما وصلنا إلى الختام مستمعين الأحبة في برنامج سولف معانا، كل عام وكل معلم ومعلمة في هذا الوطن الغالي بألف خير وصحة وعافية، بارك الله جهودكم وشكر الله سعيكم على كل ما تقدموه لخدمة هذا الوطن ولإنشاء وإظهار جيل قادر على في عملية ومواصل أيضا في عملية وعجلة البناء والتنمية لهذا الوطن الغالي. دمتم بخير ودامت عماننا تخطو مدارج الرفعة نحو دور المجد والعزة، إلى الملتقى يوم غد. إذن في الختام لكم تحية من طاقم العمل إيمان الحسنية، سيف الفوري، غادة الهوتية، أحمد الحديدي في الإخراج، سيف الجرداني، وأيضا كل التحية لمساعد المخرج مروان السعيدي.